أثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ فجر اليوم، مستهدفة أماكن النازحين الفلسطينيين. كما قامت بإغلاق أبواب منفذ كرم أبو سالم ضد الشاحنات المصرية لليوم السادس، وبعد ذلك حرم أكثر من 2 مليون فلسطيني من الحصص اليومية الخاصة بالإمدادات الغذائية والدوائية. المزيد يطلعون عليه محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نقف معكم الآن من أمام معبر رفح البري، هذا الشريان الحيوي والذي كان ولا يزال شاهدا على كل الجهود التي بذلتها مصر من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم يمر عام على الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، هذه الحرب الذي أودت بحياة الآلاف وقامت بتدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس، كل هذا ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال منع وصول المساعدات الغذائية والإنسانية التي يتم تجهيزها هنا في مدينة العريش إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم السادس على التوالي قامت بإغلاق أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية ولم تعد تستقبل أي منها، وبالتالي يكون أكثر من 2 مليون فلسطيني ونازح حرموا من المساعدات المصرية لليوم السادس. كل هذه المساعدات التي كانت تحمل مساعدات غذائية وإنسانية ومستلزمات للخيام ومستلزمات طبية للمستشفيات وكل الإمدادات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من أزمات وكوارث إنسانية. إذن نحن أمام إبادة جماعية وقتل وتدمير وتخريب قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدة عامة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. على الصعيد العسكري، من 4 فجرا اليوم كانت هناك انفجارات عدة هزت أرجاء معبر رفح من الجانب الآخر. دائما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف غاراتها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال استهداف المدنيين والنازحين. هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.